انت بتهتم بالنقد ما كنتش هبقى احمد حسن، وما كنتش هستمر مع منتخب مصر ل 17 سنه متتاليه. يعني بما اني انا الانطباع اللي كان بيتاخد ان انا بلف بكوره وبمسك كوره كتير، لو دي حاجه عيب ما كنتش هستمر مع كل المدربين. انت عارف كام مدرب مسك منتخب مصر في الوقت اللي انا كنت موجود فيه؟ كل المدربين اللي مسكوا منتخب مصر كلهم بلا استثناء لعبت معاهم، وما فيش حد فيهم حتى ايه يعني استبعدني. كل المدربين كنت انا ببقى موجود معاهم، من اجانب جنسيات مختلفه لمصريين، اكيد انا يعني مش كلهم صحابي يعني انت فاهمني. فده بياكد الحمد لله ان انا كنت جدير ان انا اكون موجود في منتخب مصر. حته مساله ان انا بمسك كوره كتير بلف بكوره كتير، احنا بقينا مفتقدينها في الوقت الحالي. في ناس كتير ما تعرفش ان انا في حياتي كلها انا جايب اكتر من 180 هدف. الناس ممكن تتفاجئ برقم الاهداف ده. احنا في فراود عندنا في مصر لعبت 20 سنه ما وصلوش ل 100 هدف، انا معدي ال 180. فالناس عندها انطباع ان احمد حسن اللعيب المدافع، هي ما تعرفش ان انا في باشكتاش وفي اندرلخت انا كنت رقم 10، يعني اللعيب اللي هو صانع الالعاب، وحتى مع المنتخب هنا، حتى مع الانديه اللي انا لعبت معاها. يعني انا حتى لما جيت الاهلي والزمالك انا كنت من هدافين الفريق. فانطباع هو بيتاخد والناس بتبني عليها، زي مثلا الناس خدت انطباع كابتن جوي يقول لك ايه، كابتن جوي مدير فني بيدافع بس. عمر راجل ما كان بيعمل كده. احنا كاس امم 98 10 اهداف، احنا اكتر منتخب جه فيه جاب اهداف واكتر منتخب جه فيه اقل اهداف، كنا معاه بنجيب اهداف كتير، بس هو انطباع اتاخد عن الراجل ان هو بيدافع فقط لا غير. فهي مساله انطباعات فقط لا غير.